احنا النهاردة هنفترض افتراض، يعني هو مش بيبقى ده دايما بس بيحصل، بس هنفترض افتراض. تمام، انت قاعد في البيت لا بيك ولا عليك، ويوم كده مش طابخين فيه وجايبين بتاكلوا بيض وجبنة عادة زي بيوتنا كده وبتاع، ولقيت ضيوف طبوا عليك، هيبقى شعورك وقتها ايه؟ قاعد في الصيف وقاعد براحتك بقى وبالبيجامه ومش غاسل وشك وشعرك منعكش والعيال ما استحموش النهارده لسه والدنيا بايظه وكل حاجه، بصيت لقيت ضيوف خبطوا على الباب بوجولك في السبعينات والثمانينات وما قبل والتسعينات، حتى يمكن التسعينات كمان ما كانش بيحصل كده قوي، كانوا بيتصلوا قبل ما يجوا كده على التليفون الارض. دلوقتي الناس بتتصل على الموبايل وبتاع، فاضيين امتى، نيجي ولا ما نجيش، الكلام ده وكله بقى بمواعيد. لكن هل في ناس لازال ممكن تعمل كده مع قرايبها اللي هو يطب عليهم فجاه؟ وايه هتعمل ايه لو بصيت فتحت الباب لقيت قرايبينك طبوا عليك فجاه؟ احنا جايين نتغدى عنديكم او جايين نسلم عليكم ونسأل عليكم، ايه هتعمل ايه؟ هتقول لهم لا الوقت مش مناسب، ولا هتقول لهم اتفضلوا، ولا هتقول لهم طب كنت قولوا لنا على الاقل نلبس كده ولا نعمل ولا حتى نروق البيت؟ انتوا عارفين احنا ممكن نقعد في البيت الدنيا مكركبه، بس قبل ما الناس تيجي لازم كده نروق ونظبط وبتاع، والعيال بتبقى راميه الشلت بتاعه الكنبه على الارض، والسجاده ما بتبقاش مفروشه ولا ما فيش سجاده، بس لما الناس بتبقى جايه عندنا بنقعد كده نروق الدنيا قبلها. بصيت لقيت فجاه كده العيله وعيله العيله على الباب، تبقى مشاعرك الشخصيه هو انت يعني هم يقول لك اصل احنا كنا عاملينها لك مفاجاه. انت عارفه فكره المفاجاه دي؟ قلت اخرعك. مش عارف ايه بقى، قالك احنا عملنا لك مفاجاه، هي يا ريتها تيجي على الاكل، وصدقني دي تبقى ابسط حاجه. احنا قلنا نسال عليكي. يا ريتها بس تبقى على المفاجاه، لو على المفاجاه على الاكل بس مقدور عليه صدقني. مقدور عليه ازاي؟ طيب هقول لك اول حاجه اللي هي عارف اللي هي ممكن الواحد هيتصرف، وهنحكي نتصرف ازاي، بس تلاقي نفسك معلش يا جماعه بصله المحب خروف، يعني انت بتقول كده ماشي خلاص وهتتصرف. ايه المشكله في الجزء الثاني اللي انت قلته؟ انا مش عامل حسابي، لابس لبس البيت براحتي يعني خلاص. كلنا عندنا ايه مفرش السفره اللي بنحطه وقت الضيوف، عندنا الكساوي والفرد بتاعه الانتريه اللي بنطلعها لما بيبقى عندنا الضيوف، عندنا السجاده اللي عليها بواقي الاكل ومش عارف ايه، وعندنا حاجه صغيره كده راكنينها لما بيبقى عندنا ضيف بنحطها، حد طب عليك وانت كل ده متشال ومتبهدل زي ما هي. دي بقى الازمه اللي بجد، يعني نايم ومقلوب من على السرير وصاحي رايح تفتح الباب. فهو يعني ادبيا وذوقيا في اداب الزياره مش حاجه المفروض انه حد يعمل كده مع حد ابدا، نحرك حد ونروح له نزوره يعني. لا انا بتكلم هو حصل يعني لو أيوة كان حصل. ايوه انا بقول لك بس هو ادبيا ما ينفعش ان انا نعمل كده. ماشي ما احنا بنقول طبعا ما ينفعش. في ناس بقى هتقابلك مقابله بشراب مقلوب يعني لما انت تطب عليها كده. يعني هيعملوا ايه مثلا؟ هتقابلك وحش فانت هتبقى اتضايقت من طريقه المقابله فخمس دقايق وهتمشي. ممكن يقول لك ايه طب ما كنتوا قولوا ان انتوا جايين. مثلا ويقعد بقى ده لو عمل لك كوبايه شاي يبقى كويس قوي، احنا مش بنلوم صاحب البيت دلوقتي، هو في 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 مفاجاه مخليه مش فاهم راسه من رجليه يعني. فهيبقى مديلك وش كده ولو قدم لك كوبايه شاي يبقى كويس، فانت هتحس اللي هي ايه ده هو احنا جينا في وقت مش مناسب ولا حاجه؟ طب معلش احنا طبينا عليكم. ايوه انتوا طبيتوا علينا. ايوه طب انتوا طبيتوا علينا، انتوا جيتوا في وقت غير مناسب. لا طب احنا عايزين نسال كل واحد فينا هيتصرف ازاي؟ يعني انا مثلا مش عارف اعمل ايه، بس انا هتعمل انا هستقبلهم. بص اللي هي ايه، هتلاقي حد مثلا يتلخبط قوي وتلاقيها بتجيب الشلته من تحت الارض وبتفرد دي، يبقى في حرب حضرتك في البيت. ومعلش وفي ناس بقى تبص من العين السحريه بجد صدقني، يشوفوا مثلا ان في حد غريب الحقوا ده طنط فلان على الباب ده عمه مش عارف في حرب في يعني اولاد دخلوا ده جوه اعملوا ده جوه ادخل بسرعه انت مش غير هدوم عارف، تلاقي في حاجه كده حاله من الارتباك وبعد كده اروح اعمل كده فتح اهلا وسهلا اهلا وسهلا، يحاول يتماسك بانه لا نورتونا وده بيتكم تيجوا في اي وقت خلاص، وهي تجري بقى على المطبخ ايه اللي موجود وتحاول تطلع بحيث انها تبين برضو ان في اي وقت احنا على اتم الاستعداد. هقول لك على حاجه، هل في ناس يعني هم من حقهم ان هم يجوا في اي وقت حتى لو من غير مقدمات؟ لا رايي الشخصي لا، حتى لو مثلا واحده اختها مثلا. لا ما اعرفش بحس انه لا، وبعدين ما هي ممكن تيجي ما تلاقيش اختها يعني مثلا يعني مثلا لا العيال مثلاً انا مش مستعده يعني فعلا ممكن ما بقاش موجوده، وممكن انا احنا بنسبب احراج لصاحب البيت حتى لو هم اخوات. هيقول لك على حاجه، على فكره احنا رنينا عليكي ثلاث مرات
وما رديتيش. طب خلاص طالما ما رديتش بتيجي ليه؟ احنا على فكره كنا هنكلمك واحنا جايين صدقين. أيوة. والواد قاعد يرن عليكي يرن عليكي ويقول خالتي ما بتردش. طب خالتي تلاقيها نايمه. خالتي بره البيت. أوه. اللي هي ايه؟ لا ممكن حد يزعل. ده جينا وما لقناكش وفقعنا مشوار. أوه. ودفعنا 100 جنيه تاكسي 50 جنيه ودفعنا تذاكر مترو للعيال دي كلها في الاخر نيجي ما نلاقيكوش. لا بس اللي هيعمل الحركه دي مش هيجي في تاكسي انا متاكد. بتلاقي جاي ماشي بس يعني. بس بقى رد فعل صاحب البيت. أوه. اللي انت بتسال عليه اللي هو بقى احنا بنتصرف ازاي او بنعمل ايه. صدقوني في ناس رغم كل الربكه اللي هي بتتعرض ليها والمفاجاه تلاقيها مش عارفه تعمل ايه ولا ايه عشان خاطر انها يعني تبان بشكل كويس وتقوم بواجب الضيافه مع الناس اللي طبت عليها. يمكن اللي تفتح الثلاجه ولا الفريزر واللي موجود ومعلش بصلة المحب خروف واعمل الاكله دي ودي ودي. طب بتفطروا ايه؟ طب ولو في امكانيه ان انا اتصل اجيب طلعوا لي جبنه وطلعوا لي عيش وطلعوا لي مش عارف ايه. يعني في حد ممكن يتصرف كده وفي حد تضرب منه حيش بس كده ويبقى مش عارف يتصرف ازاي. بقى مرتبك يعني.